بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم من ورشة أوتوسكان تصليح السيارات موسى يحييكم. اليوم عندنا إبيزا. إبيزا هذه شحال عندك؟ واحد 5 شهور ملي جيت؟ 5 شهور جيت عندنا باش نديرو لك ريكلاج دوباج وما حبش تدوز. قلنا لك تعاودوا لي البومبيس تريكلي لي لي زانجيكتور. صح. صبر دقيقة أمين، دقيقة أمين، أمين دقيقة خويا نكمل ونعطيك المفتاح. نكمل نعطيك المفتاح. جيتنا على جال ريكلاج دوباج قلنا لك ما حبتش تدوز، لازم لازم لي زانجيكتور يعاودوا يطلعوا بونديسي تريكلا. ودوكا كي جيتني غير جيت عرفتها بلي تاع ريكلاج دو باز هكذا. انا درنا ريكلاج دو باز لانجيكتور هذا اللي كان عيان، هذا كان طالع في الدو شفته قبل ما نديرو ريكلاج دو باز. هكذا درنا ريكلاج دو باز هاهم تريكلاو لي زانجيكتور كي خرجنا بها. واش شفت؟ مليحه مليحه ان شاء الله. كاين شونجمون؟ كاين شونجمون بيان سور، باسكو هذا سكانير دي فوا حوايج صغار يديروا لك ان شونجمون، ودي فوا تقعد تضارب معاه وما يجوز لك شي. من الخطره اللي فاتت ما حبش تجوز علاه باسكو لي زانجيكتور كانوا مديريكلين بزاف، راحوا ريكلاوهم مانيال وخربوا فيهم، فهمتني؟ تسمى لازم لانجيكتور يكون في لي نورم باش تجوز لنا ريكلاج دوباج، باش تروح لك هذيك التلكليكه هذيك تاع الديماراج، فهمتني؟ واش تقول لنا؟ نقول لك اخويا خدمه ما شاء الله وبارك الله فيك. شحال قعدت عندنا؟ كيفاش حال قعدت؟ برك خمس دقائق. خمس دقائق؟ خمس دقائق ما شاء الله. وشحال عندك تستنى باش جيتنا؟ سموا ربي يعاونك. الله غير يسمح لنا برك يا خاوتنا. هذا واش نقول لكم؟ بارك الله رانا ان شاء الله رفلوا لينا وعلى الله. ومرحبا كاع بخاوتنا، ربي يكثر خيركم. وهذه هي ان شاء الله. المهم المعلومه، احنا ماذا بينا المعلومه تمشي. بيان سور. ما خدمناش بها احنا، يخدم بها واحد اخر. بيان سور. احنا ما مادام احنا ماشي ماذا بينا تستنانا خمس شهور، احنا ماذا بينا هذا الفيديو يمشي يشوفوا ميكانيسي واحد اخر يلقى البروبليم اللي عندك يريقلك كيما خدمنا لك احنا. صح. مين جيت؟ خضاريه. من الخضاريه حتى انا غير باش تريقلي عفسه تاع خمس دقائق. تاع خمس دقائق صح. احنا ماذا بينا خاوتنا اللي راهم معنا في الباجو لي ميكانيسيان يا خويا ما تدخلش تكومونتي لي تقول لي كذا تقول لي شوف لاتولي، كل واحد امير في لاتولي تاعو، كل واحد كيفاش يخدم. انا دوك ندير فيديو ممكن نغلط في الهضره ممكن نكذا، بصح انت ملاميتي كي تشوفني وتسمع واش راني نهضر ماشي كيما انسان ما يعرفش الله ميكانيك. صح. فهمتني؟ ملاميتي كي يسمع يفهم واش كاين طوموبيل واش داير لها كيفاش تريقلات. دوك من الخضاريه لهنا شحال درت باش الحد؟ ساعه كانت طريق مغلوقه. مغلوقه ساعه بالك. كي تجي خمس دقائق تريقلات طوموبيل تولي تشوف سما انت هذوك لي ميكانيسيان اللي رحت لهم كاع ماشي ملاح. والله ماشي ملاح، ما عندوش المعلومه. هذا ما عندوش معلومه. حنا المعلومه هذه رانا نسربيوها يا خويا. اخدموا يا خويا ما تكومونتيوناش مال. كي تدخل للباجا تاعي يا خويا الا قدرت تقول ربي يعاونك قول، ما قدرتش تفرج وروح. والله راك مسامح، ما تقول لي لا الله يعاونك، ما تقول لي لا، ما تقول لي والو. المهم ما تكومونتيش لي كومونتير مال. البارح درت واحد الفيديو على 207 قطعت واحد الخيط تاع طون دو. يدخل ميكانيسيان كيما انت يقول لك هذه خدمه هذه تقطع الخيط، انا راح نحيه كاع هذاك الطون دو، هذاك الخيوط نحيهم كاع، نحيهم من لا ميموار من الفيسون نحيهم. كي خدمتي كل واحد في لاتولي تاعو كيما يقولوا هو القبطان. ما كان حتى واحد يقول لك شفت فيديو تاعي ما عجبكش خويا، من حقك ما تكومونتيش، اجبد. احنا رانا ميكانيسيان ونشوفوا لي فيديو ونشوفوا ناس غالطين، الا قدرنا ننصحوه نعيطوا له الله يبارك. ما قدرناش نعيطوا له ما نحبطولوش علامه في الباجا تاعو، باسكو هذيك الباجا تاعو هو القبطان، دار هذيك العفسه وقانع بها. انت ماكش قانع اروح نقنعك كيما انت درك. واش هضرنا معك الخطره اللي فاتت؟ هو شفت دروكا قالك قانع ولا ماكش قانع؟ بيان سور. رحت لواحد اخرين حاجه شفتها بعيني و صح رحت لواحد اخرين قنعت عندهم يا هو المشكل. وهذاك السيد يدخل لك للباجا تاعك يبدا يقول لك لا لا ويتسمى وعلاش تقطع الخيط. هذاك الطوندور تاع 207 انا قطعت له الخيط بالعاني، باسكو هذاك الطوندور انا نحيه الكتريك نحيه كاع، ندير لها واحد مانيال يدير 1100 والاخر يدير 2 ملايين و200، فهمتني؟ هنا تقدر تنقص على الكليون ونقص عليه حاجه اللي ما تضرش، حاجه اللي تضر لا لا. هذه هي خاوتنا، وتقبلوا تحيه موسى اوتوسكان تصليح السيارات، والسلام عليكم ورحمه الله.